الله على الفيسبوك وعلى موقع جول، لان اي اسئله للكابتن الكريم الكابتن حسن يا ريت تتواصلوا معانا. كابتن حسن، في المهندس جمال بيقول لحضرتك اقتراح، بيقول عمل يوم رياضي لرجوع الكابتن الخطيب بالسلامه ولاسر شهداء بورسعيد، ويلعب فيه الاهلي مع الزمالك لعوده الروح والالفه بينهم، ويكون في حراسه الجيش. حاجة جميلة طبعا يعني، ويمكن الأستاذ ممدوح عباس قال لك أتمنى إن يرجع الدوري، وكان فكرته إنه يرجع الدوري ويرجع النشاط بماتش أهلي وزمالك، على أساس دول القطبين الكبار اللي في الكرة المصرية. وأنا أتمنى طبعا في كل الأحداث ديت إن نبتدي بماتش أهلي وزمالك. كويس. حضرتك حسيت إن في يعني ترابط شوية ما بين الأهلي والزمالك في بعد مأساة بورسعيد، يعني عن طريق الجمهور ومجالس الإدارة احنا خلي بالك برضو احنا يعني قبل احداث بورسعيد احنا متقاربين يعني، بقالنا كذا سنة في تفاهم وفي تقارب بيننا وبينهم بين الاهلي والزمالك يعني. والفترة اللي فاتت في تقارب اكثر بكثير، والحقيقة فعلا في تفاهم في الموضوع بتاع الاحداث اللي احنا بنمر بيها، وهم مقدرين هذا الكلام وانا بقدرهم الحقيقه يعني، بقدر موقف مجلس اداره نادي الزمالك كويس من الاحداث كلها الحقيقه. ياسر جمعه بيقول انا عايز اعرف حضرتك هتخش الانتخابات اللي بعد الجايه ولا لا؟ مين هو؟ ياسر جمعه، ربنا يديله الصحه. ياسر ده ربنا العمر يديله كلنا ان شاء الله. ويقعد. طيب اشرف امين بيقول أنا كنت حابب أوجه الشكر، وحابب أقول إن كل قرار كان بيأخذه مجلس الإدارة كان دايما بيدل على مدى احترام ووعي وفهم، وإن الناس مطلعة على القرارات بشكل جيد، وأنا متأكد وعارف ومقدر قيمة الخسارة اللي هيخسرها الإدارة الرياضية في مصر بتجنيب حضرتك وأعضاء مجلس إدارتك. بس أنا متأكد إن أنت مش هتسيب الأهلي برضو يا كابتن حسن، والأهلي هيستفيد منك أكتر وأنت خارج المسؤولية، وربنا يسامح اللي بيخرب في مصر. ده أشرف أمين، تقول له إيه يا كابتن؟ ما أقدرش أقول حاجة. مشكور. نرمين بتقول فرع النادي بالشيخ زايد اشتراكه كام، وإمتى هتجمعوا الاشتراكات؟ اعتقد ان احنا عملنا الدراسه بتاعت الاشتراكات، واعتقد ان قريبا يعني اتمنى، انا بخاف اقول تواريخ ولا كده اني لسه ما بتصدقش عليها يعني، مش ما بتصدقش عليها يعني، الاحداث بتتغير يعني، فاتمنى خلال شهر او شهرين يعني. يعني في واحد كاتب اسمه خائف على الأهلي، كابتن حسن هل أنت خائف على الأهلي وبخاصة إذا طبقت اللائحة المفصلة ضدنا؟ لا أنا عمري ما هخاف على النادي الأهلي، إن النادي الأهلي اتربينا فيه إن إحنا نبقى أبطال، وابتدينا وأعتقد إن عندي جمعية عمومية في النادي الأهلي هتختار الناس الصح الكويسة اللي تقدر تدير النادي الأهلي، ودي يعني على مدار عمري يعني معاشرهم كويس. جمعية قوية. جمعية عمومية فعلا بتدور ملهاش مصالح إلا هي مصلحة النادي الأهلي. أعتقد إن هي لما تختار هتختار ناس كويسة. إن شاء الله. محمود فهيم بيقول هل يمكن الأهلي إنشاء شركة تأمين خاصة به للمباريات؟ وهذا سيكون أحد وسائل زيادة دخل الأهلي. شركة تأمين طبعا ممكن في العالم كله في شركات تأمين بتدير المباريات يعني، بس دي مش هتزود دخل الأهلي، تنقص دخل هندفع لها فلوس أكتر طبعا من اللي احنا بندفعه، بس فعلا يعني ممكن تفيد إن الجماهير تحس إن في نظام يعني مشكلة بس الجماهير والحاجات ديت التوقيتات بتاعت المباريات بس يعني، هو بس عشان الجماهير ما تشوفش زي الشرطة وزي العسكري بيحسوا برضو يعني. في أوروبا يا كابتن بيبقوا في زي مختلف تماما، وشركات تأمين بيحس المشاهد وهو داخل ما فيش أي يعني عوائق تجاهه يعني. حسام علي بيقول هل أصبح الأهلي غريب في بلده يا كابتن؟
والله لا، النادي الاهلي عمره ما كان غريب في بلده، يعني مهما الناس حاولت تبعد النادي الاهلي عن المسؤوليه او تقلل من دوره في الرياضه في مصر او ايا كان، عمر النادي الاهلي دايما مصر حاسه بقيمه النادي الاهلي، ودايما مصر بتقدر النادي الاهلي، مش مصر بس، المنطقه العربيه وافريقيا. والفترة الأخيرة العالم كله ابتدى يعرف النادي الأهلي، يعني من ساعة ما ابتدينا نلعب في كأس العالم، يعني من النهاردة أنت بتروح في أي حتة في أوروبا بتتكلم أي نادي تقوله النادي الأهلي، عارف النادي الأهلي إيه بتاريخه بماضيه، وخصوصا زي ما بقول في الفترة الأخيرة في ابتدينا بقى نخش في كأس العالم، وابتدى يتعمل كأس العالم للأندية، ابتدت العالم كله يتابع نادي اسمه النادي الاهلي في مصر. يقول لك كنا ما نتخيلش هذه الشعبيه اللي موجوده للنادي يبقى موجود بالمنظر دوت يعني. محمد والحمد لله كميه البطولات كمان للنادي على مدار ال 100 سنه، يعني كميه بطولات كبيره جدا يعني. محمد من فلسطين، كابتن حسن، هل ممكن نرى حسام حسن مدير فني للنادي الاهلي في يوم من الايام؟ لا تعليق. لا تعليق. احمد بيقول متى سنشاهد استاد الاهلي ولو حتى قواعد بنائيه، وكيف سيتعامل الاهلي مع اللجنه المؤقته لاتحاد الكره اذا انطلق الدوري العام الجديد في ظل وجودهم، وتحياتي للكابتن حسن. اول حاجه ايه؟ اول حاجه هو عايزين يشوفوا يعني القواعد الاساسيه للاستاد، يعني والله اتمنى برضو اتمنى ان هي تبقى موجوده، بس ما اعتقدش ان احنا اتمنى ان انا ابقى يعني نشوفها يعني باذن الله. حضرتك هو سؤاله الثاني، اللجنه المؤقته. اللجنه المؤقته، واحنا واخدين قرار بمقاطعه اللجنه. ما انا عارف بدأ ان الدوري بقى، ما هو لو ابتدى الدوري ما عندك مشكله ان انت مقاطع الناس دي لغايه لما نشوف هنوصل لايه. انتخاباتك الاتحاد المفروض بتبقى بعد الرجوع الدوره الاولمبيه، يعني هتبقى في شهر 9 تقريبا بعد ما قدموا تقاريرهم، وممكن الدوري يبدا في شهر 8، يبقى في شهر، فهنا الموقف هيبقى. والله انا دايما بلتزم بقرارات مجلس الاداره، ومجلس الاداره دوت متعودين ان احنا ملتزمين بيه وبننفذ قراراته. نعم. يعني في اسئله عديده لحضرتك، وبرضو عندنا هنا سعيد عبد المنعم، لماذا لا يتخذ الأهلي موقفا حاسما من الإعلاميين الدائمين في الهجوم على النادي الأهلي وعلى لاعبيه وعلى مديره الفني، وأتمنى من وزير الدفاع عدم التخلي عن قضية الشهداء ولا يخضع للضغوط الحالية، وربنا يوفقك يا كابتن حسن. الإعلام، أنا نمرة واحد، الإعلام ماليش سيطرة على الإعلام، وما تقدرش تحرم واحد ان هو يقول رايه سواء مخالف لك او معاك او ضدك او ظالم او مظلوم، يعني ده اعلام وصحفيين وفضائيات وكل واحد. وحضرتك مع مبدا انك ما تردش عليه على الاعلام؟ انا شخصيا ما بردش عليه، لكن لما بيجي على النادي، انا شخصي حسن عمر ما رديت على حد، لكن لما بيجي على النادي بلا شك بيبقى في رد من سواء الرد من المسؤولين في النادي عندي، اذا كان في حاجه غير حقيقيه بيوضحوها في قناه النادي الاهلي، يعني بيقدروا ان هم يردوا كويس، عندنا مجله بترد، عندنا الصحفيين اللي هم اصلا المفروض ان هم بيتابعوا النادي الاهلي، اما بيبقى فيها حاجه غلط سواء مدير الكوره او مدير النشاط الرياضي او مدير النادي، دول ثلاث جهات اللي بيتعاملوا مع الصحفيين بيستطيعوا ان هم يردوا. طب كابتن عبد الله سالم بيقول لماذا كل هذا البطء من كل الجهات؟ وهل الاهلي ممكن يشارك في كاس مصر؟ نتمنى النشاط يعود، لان كده بيعمل احتقان اكتر بين الاعلام والجماهير والرياضيين، وممكن الفتن تكتر بين الالتراس واهل الشهداء والشرطه والنادي. يعني هو بيتكلم على عوده النشاط مره اخرى، حضرتك شايف ان عوده النشاط اتمنى يعود النشاط. شوف، لازم النشاط يرجع كويس، ولازم بس يرجع بالعدل زي ما بقول يعني. فلازم النشاط يرجع، ولازم نلعب تاني، ولازم الجماهير تبقى متواجده تاني، ولازم الحياه تبقى موجوده.
يعني في يعني اهالي شهداء بيقولوا كلام حكم يعني. واحد بيقول لي ناس تانية متشددة بتقول له انا بتمناش الاقي ابن واحد صديقي او ابن واحد من الجماهير زي ابني توفى. يعني شوف معنى التأثير ايه في حتة زي دي. طبعا أسامة يعني الحداد من اسكندرية سؤاله حلو يعني. يقول السلام عليكم كابتن حسن، انا عضو عامل بالنادي الاهلي، اليس من حقي الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية في ان تضع دستورها بنفسها؟ وهل ممكن رفع دعوة شخصية لاسترداد حق المسؤول؟